خصوصا ان احنا اول مره تعدي علينا سنتين بدون نشاط. لكن في الاوقات الثانيه كان في نشاط وفي دوري وكانت بتتعامل اللعيبه بتلعب الدوري وبتلعب كل 3 ايام وكل 4 ايام. بعد ما كنا بنشتكي ان اللعيبه عليها ضغط من المباريات بقينا بنشتكي ان مفيش حد بيشوف المباراه. فهي العمليه طب انت كتنظيم متوقع يعني متوقع الماتش الجاي هل في جديد مثلا في المنتخب طول ما هو الوضع مفيش نفس يعني انت ماتش سفريه المغرب دي اتلغت على حد علمي صح؟ معسكر مفيش لعيبه المغرب مفيش طيب. لعيبه مفيش طيب يعني. ماتش زامبيا برضو اعتقد انه اتلغى لا ما اتلغاش احنا في مباراه يوم 14 الكلام ده اللي الناس اكدوه لي في اتحاد الكره حته انه تفاوض ان زامبيا بالذات انها طالبه 50,000 دولار ده هي دي المشكله. لكن في مباراه ان شاء الله يوم 14 وده اللي اكدوه لي لحد امبارح ان في مباراه لا في مباراه ان شاء الله يوم 14. طب هل انت شايف ان ده كافي يا كابتن ضياء؟ يعني مش هقول لك تكسب 5 بس كافي عشان تكسب غانا 1 أو 2 تلعب ماتش؟ هل ده ولا هل مثلا ولا ده اللي في الامكان حاليا وصعب انك تعمله حاجه ثانيه؟ حازم هو عايزين نتكلم انه المباراه الاولى دي ظروفها غير طبيعيه من غير ما ندخل في نقاشاتها والنتيجة غير طبيعية بشكل كبير جدا. لكن هي حصلت احنا اللي كل بنشتغل عليه وبشتغل عليه من اللعيبة. انا كنت في النادي الاهلي النهاردة ورحت نادي الزمالك على اساس ان احنا يعني لازم اللعيبة تعرف ان احنا لازم نرد اعتبارنا بشكل كويس لازم نرد اعتبارنا بشكل ايجابي في الملعب. ما حدش بيتكلم على 5 ما حدش بيطالب حد انه يجيب 5 اجوان. لكن انت في معظم الاحيان في وقت من المباراه بتطالب الناس انه لازم الشكل يبقى كويس لازم المقاومه والاداء والرجوله والحاجات دي كلها لازم تكون موجوده بشكل ايجابي. فاعتقد ان ده هو ده اللي انا او اللي احنا عايزين نشتغل عليه او بنشتغل عليه قدامنا في الوقت ده في الوقت الحالي للمباراه التانية. طيب معلش ممكن اطول عليك شويه كده بعد اذنك انا ما اتكلمتش معاك من ساعه الماتش الشوط الاولاني معلش بقى اتفرج على التحليل لا انت ملسوع من التحليل انا عارف بس خلينا اتكلم بس بعد الماتش يعني صدمه الماتش ده يا كابتن ضياء هل انت ومستر برادلي وكابتن زكي قعدتوا مثلا بيحصل مراجعه الحسابات شايفين في لعيبه مش هتلعب تاني ولا هم نفس اللعيبه يكونوا موجودين الماتش الجاي مش نفس اسامي مفيش اسامي بس هل في مثلا ممكن لعيبه ما نلاقيهاش موجوده كانت موجوده في المعسكر او في الماتش في ال 11 مش موجودين؟ الكلام ده هيتم الاسبوع ده ان شاء الله اخر الاسبوع ده. انت لسه ما قعدتوش لغايه دلوقتي؟ لا قعدنا بس ما كانتش قعدت يعني لا انا قصدي هل في حد في حاجه هتحصل كده ولا هم نفس اللاعبين؟ اعتقد انه لازم هتكون في حاجات هتحصل في حاجات حاجه واحده بعتقد وان ولازم هتحصل حاجات لكن برضه انا ما اقدرش يعني اتعدى الحدود دي لكن انا بعتقد بنسبه كبيره جدا طبعا لازم تكون في تغيير في بعض الحاجات تغيير في اللعيب تغيير في جوه الملعب لازم هتكون في حاجات. طب كابتن ضياء في بعض الناس بعد المباراه الاولى بيقولوا الجهاز لازم يستقيل انت رايك ايه في الموضوع ده؟ انا كان ده رايي انه يمكن اتكلمنا في ده او انا اتكلمنا فيه وانه طالما حصل فشل بهذا الشكل لازم يكون في استقاله. لكن في الحقيقه هو الراجل لما قعد مع اللعيبه وقال انا مش عايز امشي بهذه الطريقه عايز اقعد وارد احاول ارد الاعتبار واحاول لان مش هي دي اللعيبه اللي انا اشتغلت معاها طول الفتره اللي فاتت مش ده ادائهم ده مش اداء كلنا كنا سيئين فلازم كلنا نبقى معاه ما ينفعش حد ينط من هنا ولا حد يعمل والاتحاد وافق على هذا الكلام ولذلك قرر انه يستمر واحنا معاه انه نكمل المباراه الاخرانيه ان شاء الله. لكن اي حد في نتيجه زي دي بعتقد انها طبيعي جدا ان حد يمشي. طب انت حاسس يا كابتن انت حاسس انت حاسس الناس بره والكلام ده ده نتائج حاجات طبيعيه بتحصل في الكوره انا عارف مش حاجه انا رايي الشخصي ان انتوا لازم تكملوا يعني لان برضه دي يعني اللي هيجي ده هيعمل ايه يعني مش هيعمل حاجه لكن انا قصدي يا كابتن ضياء هل انت شايف ان يعني الماتش ده الناس تبقى في ظهرك ولا ابتدت الناس مثلا مش عايز اقول تبيعك مثلا ان هم مثلا ابتدوا يطلعوا كلام ان يعني مش في ظهرك مش واقفين جنبك انت شايف ازاي؟ لا في يعني مش كل الناس بس في النهايه
في النهايه انه الناس قالوا لا الجهاز يكمل. فمش هقعد بقى انا اقف على انه المفاوضات والترشيحات والحاجات دي طبيعيه حازم انت عارف طبعا في الكوره طبيعيه جدا جدا. وهو حق الاتحاد انه يتفاوض برضه لازم نقبلها لازم نقبلها ودي طبيعيه جدا الكلام ده، لكن احنا لازم نتحمل كلنا مسؤولياتنا في النهايه. احنا نتحمل مسؤولياتنا والاتحاد يتحمل مسؤولياته ونكمل المباراه للنهايه، وبتمنى ان هم يعملوا لنا المباراه بتاعت يوم 14 ونمشي في اعداد معاهم. كابتن ضياء، يعني او بعد الماتش وانت قاعد كده مع نفسك بعديها حضرتك ومستر برادلي، انت شايف غلطته في ايه؟ يعني ايه الحاجه اللي غلطته فيها؟ ساعات مثلا الواحد ممكن ما يبقاش غلط في حاجه، بس هي كوره بتحصل بتخش في الجول بتاع. هل انتوا غلطتوا، حاسس انتوا غلطتوا مثلا في تشكيل، غلطتوا في طريقه لعب، في عدم الاستقرار على تلعب بليبرو ولا بدون ليبرو؟ عملت مش انا احيانا النتائج بتخلي الناس تقول انا غلطت في كذا، لكن انت لما تقعد وتبقى لعيبتك معاك وتشوف وبتختار حازم وما بتختارش محمد، بتبقى مقتنع تماما ان هو ده التشكيل الامثل طبعا. اللي عايزه في النهايه اللي بيأدي اللعيب طبعا، في النهايه الاداء اللي بقى. فكان في حاجات كلها بره طبيعه المباراه، بره طبيعه الكوره. صح، ما بقولش اي حاجه بره بالنسبه لاداء اللعيب، كان في حاجات كتيره جدا كان بره ده. ففي النهايه لازم انا بتحمل ده، انا مسؤول عن التشكيل، فانا بتحمل الخساره وانا المسؤول. لا يعني انا قصدي مثلا كابتن ضياء، مثلا هو واضح ان انتوا ما بتلعبوش براس حربه مثلا، تمام؟ تمام. هل بعد الماتش لقيته لا كان لازم يلعب راس حربه طبيعي، ولا برضه هتلعبوا شايفين الفكره دي مثلا مش في دماغكم، ولا ان هو لو كنت لعبت راس حربه هي مش فارقه؟ يعني انا بتكلم في كده مثلا، يبقى عندك راس حربه ولا مش راس حربه؟ انا برضه مش عايز اخسر انه احنا كسبنا. لا انا بتكلم كمثل، يعني انا بتكلم لحازم اللي هو بتاع الكوره اللي فات، لانه بعض الحاجات اللي طلعت انه كان يتحط باك مكان باك او يتحط فلان. انا شايف انه اي حد كان موجود في اليوم ده تحديدا كانتش هتتغير حاجه، يعني انا شايف كده في الحاله اللي حصلت دي وحاله التوتر الشديد اللي ادى الى خوف، ومن الخوف وصلنا لاقصى درجات الرعب. فده خلى كل الجهاز العصبي القرارات بتاعه تقف فين وتشترك ازاي وتاخد قراراتك كلها كانت قرارات عكسيه للاسف. يعني كابتن شريف اكرامي، تمام، موجود معاكم المعسكر الجاي؟ ما قلناش ولا واحد على انه هيكون موجود في المعسكر. رايك ايه في موضوع اللي يعني كلام كتير عن شريف وان هو ما تحملش على نفسه؟ انا في اصابه بس كان ممكن يتحامل، انت شايفها ازاي؟ لا انا بالنسبه لي لحد النهارده، لان انا يوم المباراه تحديدا اتكلمت مع شريف وهو بياخد الحقنه بين الشوطين. بياخد الحقنه قبل الماتش؟ لا بين الشوطين، بعد ما اتخبط بعد الجول الثاني اتخبط، فكان بياخد حقنه في الدكتور ده الحقنه على اساس انه يكمل، وبعد كده طلب انه قال انه مش قادر، يعني انه مش قادر يكمل فاصلة. فانا رايي ان دكتور النادي الاهلي والدكتور المنتخب وشريف نفسه ان هو، لانه انا ما اقدرش اتهم شريف حاجه زي كده او غير شريف، يعني لا يعني قصدي هل الدكتور عمل يعني قال لكم انتوا، مش لازم تقول لي النتيجه، بس قال لكم انتوا كجهاز راي فاصل في هذا الموضوع؟ يعني قال لكم شريف كويس كان يقدر، يعني كان يقدر يلعب، او شريف ما كانش؟ هل قال لكم انتوا الكلام ده ولا مش عايز اعرف هو قال ايه؟ بس قول لي هل الدكتور طلع ليكم تقرير فاصل انه يقدر يلعب او ما يقدرش يلعب؟ انا بقول لك التقرير ده ان شاء الله، لانه ما تنساش ان شريف رجع وتعالج ولعب مباراه مع الاهلي، فده هيتحدد الاسبوع ده، يعني ان شاء الله، يعني لما هنقعد مع بعض اخر الاسبوع. لكن انا ما اقدرش اتهم حد ولا شريف ولا غيره بانه تهرب طبعا او ما تهربش. صعب جدا ان انا اقول الكلام ده، صعب. انا بشكرك يا كابتن ضياء واتاسف على يعني اطاله الموضوع، وهسيبك مع ماتش برشلونه وريال مدريد. انت متغاظ عشان ما تتفرجش على برشلونه. لا انا مستمتع هنا في الملاعب اليوم. متشكر يا كابتن ضياء، بشكرك شكرا جزيلا. احنا في ملاعب اليوم الواحد الحمد لله بيستمتع معاكم، ودايما بنحاول نعمل حاجه جديده ان شاء الله. لكن كلام مهم يا كابتن ضياء.